صوتك هذا صوتي ايه واخيرا شفتك شخصي شفت تاخذني تاكسي على بدارو لكس وصال لكس وصال ربا هدية وكون انت انت يلا صف على جنب عبتك يا شر عملناها من 6 شهور ايه وبدنا نحتفل انه صار لها 6 شهور الفيديو فاحتفالا قررنا نعطي ل 10 سيرفيسات 100,000 عم تحكي جد؟ اليوم وامبارح قد ايه طلعت؟ والله ماني شاغل ب 70,000 بين اليومين سوا 70,000 والله حضرتها قبل؟ حضرتها قبل ها؟ ماني رايح لمحل قولي لقلك حبيبي ميرسي لقلك والله ميرسي لك ميرسي بس نزلني محل لاقي سيرفيسات محل مقبلك انا بوصلك لا لا مش لك والله انا بوصلك عيال لازم العالم تستعمل السيرفيس ما لازم تستعمل هيك اذا بدي يروح يجيب او اي شاي او بدي ياكل حبه بوزه يروح بسيارته ها لازم يروح بسيرفيس شو وضع الشغل فيه او شغل؟ ماشي الحال يوم هيك يوم هيك او ماشي هلا بشغلك رح تلاقي شخص بده سيرفيس بس صوت تقريبا صوتك هيك شيء مش عارف تعملها فيني يعني بس عرفت شو الشرط؟ الشرط انه انا اطلع سيرفيس ببلاش ايه بتطلعوا تاكسي وين ما بده يكون رايح بتطلعوا ذا وورلد شو؟ سكس يعني الترجمه بالعربي الحياه ايوه هي من يوم يوم هيك يعني تاخذنا على الحمراء تاكسي؟ باخذك على لندن هيدا اللي بيقول له ما معها مصاري تطلعه بيعطيه بعدين بيعطيه 50,000 مش سامع الصوت قبل بحياتك؟ ما معي مصاري بتطلعني؟ ما معي مصاري بتطلعني؟ صوتك هذا صوتي ايه واخيرا شفتك شخصي شفت؟ قولي لقلك يعود عليك يا رب حياة الله فرشتها علي قل لي ليه؟ بتشتري دولاب؟ بدي ادفع على المكان صيام وعارف كيف بدي ادبر له ايه حبيبي الصوت ما بيعني لك شيء مثل اللي انت ولا لا لك لا لا ما راح اقبل واحد يطلع عندنا مش ببلاش بدي شغله منك مش ببلاش تاني مرة بتطلع عليك ببلاش اوكي ما تبكي بشرفك ما تبكي خيك كتار ناخد وحدي بس لا لا كتار طلع شخصين بلاش طيب بس والله كتار عن جد بس ما بيعملوا شيء بعرف مع الاولاد وكل شيء لا بيعملوا بتندق بيعملوا قلت لك رحت على المترو قدمت هو مش عارف بس سكرت عم ببرم الدنيا كل يوم ببرم ما عم لاقي شغل شهر كل يوم بروح ما خليت محل سكرتي ما بعدهم راحت عند عبا جاي عم بفلل وراحت عند تلتين مفللين 700 واحد عم ببرم على الشغل ما انا بدي اشتغل ما بنقسم قلت لك بطلع فيها بعد دور الساعه 6 وحط بنزين وما بتعمل لي شيء تاكسي على الحمراء شو كيف هالشغل هالفتره؟ ايام 20 ايام 40 ايام 30 ما بيشتروا كلية خضرة هيك الصوت هيدا الصوت ما بيعني لك شيء؟ ما معي ما معي مصاري بتطلعني؟ ايه ما عرفت الصوت بعد مين؟ لا مش قريب على صوتي؟ لا كيف لا؟ قولي لقلك لا يا عمي لا مش جايين ببلاش هيدا شغل ما معي مصاري بتطلعني انت؟ هذا انا والله؟ قولي لقلك كلك زوط بس كلك زوط قولي لقلك لا لا بدي اعطيك اياهم بس ما بعرف اذا حابب استغلهم والله ما رح تستاهل ورح اقول لك ليه تاني شخص بتشوفه بتطلعه ببلاش وين ما يكون رايح اجبنا بتطلع ببلاش عالم محتاج يعني عادي ميرسي حبيبي الله يبارك صدق انا هاي مش مصلحتي يعني صار لك 3 ايام عم تشتغل؟ ايه نهار الجمعة اخذته اشتغلت بشي 90,000 ايه مزبوط انا هول بشوفهم كثير طيب وهالصوت مش قريب عليك؟ هيدا انت؟ كنت عم بتصور خلص نزلني هون ايه وبقول لك لا انا ما بدي والله انا ماشي حالي ها معي مصاري بقول لي مش جايين ببلاش منا مساعدة عم بعطيك اياها هذا الشغل ايه قول لي لك ميرسي حبيبي ثانك يو
شو بدي اقول لك؟ شو ماشي تاني شخص طلع لي ببلاش؟ تاني شخص مش بس تاني شخص شو لا؟ رح طلع ثلاث اشخاص ببلاش لا نحن الديل تبعنا ايه؟ شخص واحد وهيدا انت؟ ارجع؟ يا حبيبي عليك قول لا لا ليك وين مو؟ طلعوا ببلاش؟ ايه هيدا ببلاش اوكي وين مكانك هون؟ بس تحت لا اكيد اكيد رح اطفي اوبر طلع حدا ببلاش هلا هلا رح ضل ابرم لطلع حدا ببلاش لك معلي اذا كنت عم صورك بتفضل غبش لك وجهك لا 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 وصلت تاكسي انا اذا عندك مانع بغبش لك وجهك لا ما عندي مانع بتمنى على كل موظف على كل شخص يستعمل سيريز بيوفر سيارته بيوفر عجل سير وبيستفيد شوفير التاكسي